قصر جمد احتويده جمهورية الصومالي لان قدوميها محكمة الصري الدستورية بروفيسر آدن حاج علي أحمد أيكور داريي مدحونها جمهورية الصومالي لان مدني موسى بيح عبدي كوميشنر سعيد محمد حاج عثمان وها حبنتي حسبك وضني أيوصو حشي قدد كوميشن كدورشوين كقرنكا أو أي دوان أسعيين قولها وكيلة جمهورية الصومالي لان وحنا لقو داري حبنتن حيرك قود إيه دروشوين كقرنكا إيه ديوان قلين تعود بحياشا إيه حير نمبر كوبية ساقاشا لباكون يصدح يلاباتن مدحونا يساقنا وحن قود عارينا إنا حبنا قود دروشوين كقضب كستيلاتناد حير 91 حيرك قود دروشوين كقرنكا إيه ديوان قلين تعود بحياشا حير نمبر 91-23 وحا يقو الله يا ويقو بالله يا إنا نهوشا دورشا دا وقودن دونو سحل كسنما داعدنما له إنان دحوا هادو حسبيادا ورورادا يا مشارحينتا شرعيقا إيو عدالدنا عانكو شقاين إيو سيدو قلي وحمد حينها لغوهر داريي حبل عصبو كسو بيرتي قدد ورورادا ياسعينتا أصحابتا عمر علي عبد الله او لغو داريي وحكا بدل كي كابستا حير كنظام كو ورادا إيا أصحابتا سياسة دا إيا حير نمبر الأفر يطبان لباكو نيصدح يلاباتن قدبك سيدادات إيا وحكا بدل كي كابستا حير كنظام كو ورادا إيا حسابتا سياسة دا حير نمبر 1423 وحان إلهي وغو دارتي إنا نو نقون أيو داعد دينتا إسلامكا دلكي سومالان تدكي سنة كما عمول أيو سنان يا عدالت انت عن حلك هايو كان ميدا هين كنا تشرين أرور يحس بقرن مدحنا جمهورية الصومالي لان مدن موسبيح عبدي وحق له هرتي سلقو داريي او دارت الدستور قال لقو مريي حمناها قولها وسيردا ادوان كسو بيري حكومة شلين قولها وكلادة جمهورية الصومالي لان اسعيين او كلاها وزير كهرومريتا بيرها أحمد محمد هباني وزير كإسكارسينتي تكنولوجيا دا أحمد يوسف إدريس وزير كدالن يرد يعيارها عبد الرساق موسفا راح وزير كحرير كقولياشي أريمها الدستور كا عبد الناصر محمد حسن بوني وزير كهرومرين تقاديد كا رابي عبد محمد وزير كقاشاندقا دكتر روبلا عبد علمي وزير كحقين كوسارة دا حنانة حولها أحمد ميداني إبراهيم وزير كحقين كمالية دا سليبان شام عديرية إيو قدومي كحقين كهاية دا شقالها الدولد دا عبد الله أحمد فرح وحن الله يقول دارتي إن أنو نقون أيو داعد دين تا إسلامك دل كيغة سومالي لان داد كي سنة كم معمول أيو سنان يعدالد انت عن حلك هايو مدحوناها جمهورية الصومالي لان مدني موسى بيح عبدي أيا قد شد واجباتك قرانك كل الدردار مي حملها لداريين مانتا إيس قوشرا كميشو كدروشوينك قرانك guddida ururada iyo asciinta asxaabta iyo masuuliyiinta golaha fulinta ee xukuumadda kitab quraan waxa uu dhaariyo distoor kale nafaraye maraha dad waayeen inta badan soo shaqeeyay waateen ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu xulka ay dib fulinayo waa hawl qos waan masuuliyad weyn oo qaran idin ka biqimaayo dadkiina maanta waxa laga dhaariyay dad ku noqonaya ama u gudbaya waxaan idin rajaynayaa hawl wacan يعني هاي مشاهد قصة